إذن في ظل عدم استجابة وزارة التربية الوطنية والحكومة المغربية للمطالب العادلة للنساء ورجال التعليم بالمغرب، تستمر هذه الاحتجاجات مع كامل الأسف، ونحمل لوزارة التربية الوطنية والحكومة المغربية مسؤوليتهم الكاملة في هذا الزمن المدرسي لأبناء وبنات الشعب المغربي، بحيث أن النظام الأساسي الذي أدخل الاحتقان لهذا القطاع في بداية هذا الموسم الدراسي كانت وزارة التربية الوطنية تروج على أنه نظام أساسي جيد، بل ذهبت بعض البيروقراطيات النقابية تقول إلى أنه قفزة تاريخية، إلا أن واقع الأمر يؤكد اليوم عكس ذلك. فما التعديلات التي أدخلتها وزارة التربية الوطنية على هذا النظام الأساسي إلا اعتراف بأحقية الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، وكذلك عموم الشغيلة التعليمية على أن احتجاجاتها كانت عادلة ومشروعة؟ ما تحقق من مطالب على هزالتها لم يكن ليتحقق لولا نضالات الشغيلة التعليمية؟ ما لم يتم تحقيقه يؤكد سوء نية وزارة التربية الوطنية، حيث عملت على تضييع حقوق نساء ورجال التعليم ومجموعة من الفئات التي هضمت حقوقها. على سبيل المثال الأساتذة والأستاذات موظفي وزارة التربية الوطنية والمحاقين الإدارة واقتصاد المحاقين التربويين المقصيين المقصيات من خارج السلم، الذين تم هضم حقهم في الترقية إلى خارج السلم بأطر رجل إداري ومالي لمجموعة من السنوات، مما أدى إلى نتائج غير مرضية لهؤلاء الأساتذة والأستاذات ومحاق الإدارة والاقتصاد بالمغرب. كذلك نحن كأساتذة وأطر دعم فرض عليهم التعاقد لم يتم إدماجنا في أسلاك الوظيفة العمومية من خلال عدم رسم مناصب مالية لنا عكس ما يتم ترويج له، إلا أن حقيقة الأمر تؤكد خضوع المغرب لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، بمعنى أن الحكومة والحكومات المتعاقبة قامت برهن بلدنا مع كامل الأسف المؤسسات المانحة الدولية، مما يهدد السلم الاجتماعي بالمغرب. وهذا دليل على أن هذه الحكومات متورطة مع كامل الأسف، وبالتالي اليوم ما يحصل في قطاع التعليم تتحمل مسؤوليته وزارة التربية الوطنية والحكومة المغربية. نحن كشغيلة تعليمية اليوم عندما نحتج، والبارحة عندما خرجنا نحتج، كنا ولازلنا على حق. مسيرتنا النضالية سوف تبقى مستمرة إلى حين تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة، ونؤكد للرأي العام الوطني وخاصة لأباء وأمهات وأولياء التلاميذ والتلميذات على أننا كأساتذة وأستاذات حريصين أشد الحرص على تعويض الزمن المدرسي لأبنائنا وبناتنا التلاميذ والتلميذات، شريطة أن تعمل وزارة التربية الوطنية على استجابة لملفات الشغيلة التعليمية، وأن أي سرقة من أجور الأساتذة والأستاذات تحت مبرر الاقتطاع بسبب الإضراب الذي هو حق مشروع يجب على وزارة التربية الوطنية والحكومة أن تتحمل مسؤوليتهما فيه، لأن الأمر سوف يؤجج الأوضاع أكثر مما هي مؤججة حاليا. نحن في إطار تجسيدنا اليوم لوقفة احتجاجية، وذلك بعد الاتفاق المهزلة لـ 26 دجنبر بين اللجنة الحكومية والبيروقراطيات النقابية الأكثر توقيعا في الحقيقة، وذلك لنقول بأننا نحن من يجب الإنصات لأصواتهم، نحن من خرج بالأمس ويجب إنصافنا ومطالبنا واضحة. نحن نطالب بنظام أساسي عادل منصف لجميع الفئات في إطار الوظيفة العمومية، نحن نطالب بعدالة أجرية في إطار المساواة والعدالة الأجرية بين جميع القطاعات، ونحن مستمرون في التعبير عن صوتنا الرافض لكل الحوارات والمخرجات الإقصائية، والتي من خلالها يتم فقط الالتفاف حول مطالبنا واستهداف الرأي العام من أجل تعليبه والالتفاف حول مطالبنا. نحن نريد حوارات يحضر فيها الإطارات المناضلة وتخرج بمخرجات ترضي هيئة التدريس وأطر الدعم، وليس الهيئات غير المناضلة. ما نبقاوش يصدق علينا المثل اللي يقول الذي يقول بأن التعس كيخدم لحد النعس، والنعس هنا هو البيروقراطيات النقابية التي دافعت على إطاراتها المتفرغين والمتصرفين الإداريين. هذه مهزلة نحن نشجبها ونندّدها بقوة. نحن هنا من جديد نحتج على اتفاق 26 دجنبر 2023 بين النقابات
الخمس الأكثر تمثيلية، الأكثر تمثيلية علينا، يمثلون علينا أنهم ينصفوننا. نحن هيئة التدريس نرفض مخرجات هذا الاتفاق المجحف، فيه بعض المكيسبات الصغيرة التي لا ترقى إلى مستوى ما أخرجنا إلى الشارع لمدة 3 أشهر. نحن نرفض التلاعب بمصير المدرسة العمومية والتلاعب بمصيرنا والقفز على حقوقنا التاريخية المشروعة بدعوى أن المؤسسات المالية المانحة هي التي ترفض أن يتم إدماج 156 ألف أستاذ مفرد عليه التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية بدعوى المؤسسات المالية ترفض هذا. ونحن نرفض أيضا مخرجات هذا الحوار، هذا الاتفاق المجحف الذي يقفز على حق المقصيين من خارج السلم بدعوى الكلفة المالية الكبيرة وبنفس المبرر. المبرر هو أن المؤسسات المالية المانحة ترفض أن يتم زيادة في تكاليف الترقية وكل الحقوق التاريخية للأساتذة. نحن بحقنا نلتزم ونتمسك بحقنا المشروع في الترقية بموجب اتفاقات مشروعة وبموجب قانون الوظيفة العمومية الترقية بالتسقيف وبموجب التوظيف العمومي والمحافظة على المدرسة العمومية. نحن نتمسك بحقوقنا ولن نتنازل عنها، لن نبيع ولن نرهن مستقبل هذه الأمة للمؤسسات المانحة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.